وللمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف النقيب خالد الكعبي الضابط بإدارة مكافحة المخدرات. حضرة النقيب خالد، أهلا بك معنا. وبحسب المعطيات فإن الأرقام تقول إن الإدارة تمكنت خلال 5 أشهر في ضبط 605 قضايا، إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في مكافحة المخدرات؟ بالتأكيد فيما بالضبط هذا العدد الكبير من القضايا إسهاما كبيرا في مكافحة المخدرات، وهو يبين المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات بالرغم من التطور الملحوظ في أساليب التهريب الذي قابله تطور كبير في أساليب المكافحة أيضا. نعم، الحملة التوعوية التي تم تنظيمها في إطار الجهود الشاملة لمكافحة المخدرات كيف تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة المكافحة ككل؟ بلا شك أن الحملات التوعوية تشكل جزء مهم من عمليات المكافحة، بل هي تمثل نصف المكافحة التي تقوم على محورين أساسيين هما مكافحة العقد ومكافحة الطلب، والذي تشكل الحملات التوعوية حجر الأساس فيه، وهي تتم على مدار العام وتخاطب كافة الفئات العمرية وكذلك الأسرة. نعم النقيب خالد الكعبي الضابط بإدارة مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لك.